إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، لازلنا مع الوصايا العظيمة التي تضمنت الكثير من المحرمات الكبيرة، وما زلنا مع قول ربنا جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هنا نحن اليوم مع هذا النهي العام لجميع المحرمات الكبيرة التي منها ما هو مذكور في هذه الآية ومنها ما هو غير مذكور، ومنها ما هو مذكور في بقية الوصايا العشرة ومنها ما هو خارج عن ذلك. فعمم الله جل وعلا في هذه الوصية النهي والتحذير من جميع الذنوب العظيمة التي يشتد قبحها والتي لا ينبغي لمؤمن ولا لصاحب خلق مستقيم أن يقترب منها فضلاً من أن يرتكبها. وقد عبر الله جل وعلا عن ذلك بالنهي عن الاقتراب من الفواحش، فإن الاقتراب منها سبب للوقوع فيها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه كما قال عليه الصلاة والسلام. فالفواحش مع عظم قبحها وشدة حرمتها ينبغي للمسلم ألا يحوم حولها وألا يقترب منها حتى لا يقع فيها بعد ذلك، فإن من ابتعد عن أماكنها وابتعد عن أسبابها كان ذلك أسلم له من الوقوع فيها. أما من اقترب منها فلابس أسبابها وحام حولها ورافق أصحابها فقريب أن يقع فيها. ولا تقربوا الفواحش، والفواحش هنا جميع الذنوب المستقبحة في الشرع والطبع، فإن بعض الذنوب قد تستلذها النفوس لكنها عظيمة في الشرع، وهي تلك التي تتعلق بالمعاملات المحرمة من الربا وغيرها، ومنها ما هو مستقبح في الطبائع كالاعتداء على النفوس والأموال والأعراض بالسرقات والزنا وغيرها. فإن النفوس الأبية الكريمة تتأنف من أن يعرف أو تعلم في الوقوع على هذه المحرمات. فمن الفواحش الزنا كما قال ربنا جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وقال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فسمى الله الزنا فاحشة، وهو في ميزان الشرع من الذنوب المستقبحة، وفي ميزان الطبائع وذوي العقول والأخلاق السليمة من الأعمال والتصرفات المستقبحة بشدة. ومن القبائح المستقبحة والفواحش المحرمة
ما هو من غير الزنا، فإن كل ما يأمره الشيطان من كبار الذنوب مما يستقبح، فأكل أموال اليتيم وقتل النفس المحرمة والاعتداء على الأموال بالسرقة وغيرها من الفواحش المحرمة. ومن الفواحش المقصودة ما قد يكون باللسان من السب والشتم والبذاءة والغيبة والنميمة. ولو كان ما تقوله حقا، فإن الاعتداء باللسان وإيذاء العباد بالقيل والقال من القذف وغيره من الفواحش التي حرمها الله جل وعلا. كيف ولما جاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، قالت عائشة وعليكم السام واللعنة، قال يا عائشة ما لك؟ فقالت أو ما سمعت ما قالوا؟ قال نعم، أو ما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم. في بعض الروايات فلا فيستجاب لي ولا يستجاب لهم. ثم ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الله حرم الفحش والتفاحش، أي الكلام البذيء لا ينبغي أن يكون عن من المؤمن بداية، ولا أن يكون منه في الأصالة جوابا ورد فعل. ولهذا صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه ليس من الأهل، ليس من أهل الإسلام الكمل، ولا من أهل الطاعة الصحيحة من اعتاد الفحش والتفحش في القول. وذكر أن من شر العباد من ودعه الناس اتقاء فحشه. فالفواحش المقصودة في هذه الآية وفي هذه الوصية ما اشتد قبحه وعظم جرمه وإثمه وتحريمه، سواء كان بمقتضى الدليل والحكم الشرعي أو إضافة إلى ذلك بمقتضى العرف والطبيعة والأخلاق السوية السليمة. ثم إن الله جل وعلا أيضا معاشر الأحبة ذكر أن اقتراف الفواحش هو أمر الشيطان، فذلك أن البخل والشح بالمال عند وجوب إنفاقه وبذله من الفحش الذي يأمره الشيطان. فعندما أمر الله جل وعلا الصدقة والإنفاق طلبا لمغفرة الله جل وعلا قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ينهاك عن الصدقة وينهاك عن النفاق ويخوفك بالفقر، بأنك إذا أنفقت مالك في سبيل الله واجبا أو تطوعا ونفقة وإنفاقا وصدقة مستحبة إن سيذهب مالك وينقص حسابك ويكون الشيطان يعد، والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والفحشاء على العموم من أمر الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن هنا افترق السبيلان وتفرق الطريقان، فطريق الدعوة إلى الفحشاء ما ظهر منها وما بطن هو سبيل الشيطان وملة إبليس، ودعوته التي يدعو الناس إليها سواء كانت قولا أو فعلا، سواء كانت إيجادا أو تركا للواجبات التي تستحبها العقول والشرائع. وترك الفواحش سبب لمغفرة الصغائر من الذنوب، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فتركك لهذه الفواحش من الذنوب سبب لما قد يقع منك كثيرا من صغائر الذنوب وهي اللمم. فإذا كنت تركت لله جل وعلا هذه الكبائر من الذنوب وهذه الفواحش من الأقوال والأفعال، فإن الله يغفر لك الصغائر بتركك الفواحش لله جل وعلا. والذين يجتنبون الكبائر والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والفواحش تحرم جميعا، سواء كانت ظاهرة للناس أو مختفية عن أعين الناس. فإن الفواحش عندما يرتكبها الناس، منهم من يرتكبها أمام الناس لقلة حيائه وصفاقة وجهه، فمن الناس من هو صفيق الوجه قليل الحياء
لا قيمة ولا حشمة للأخلاق والمروءة عنده، فربما ارتكب الزنا، وربما شرب المسكرات، وربما سب وشتم ولعن وكان ذلك عادته وديدنه، وربما خان وتمادى على الخيانة، وربما سفك الدماء ونهب الأموال وغير ذلك عيانا جهارا، وما أكثر ذلك في هذا الزمان. بل إن بعض الفواحش أصبحت مما تدافع عنها الدول والحكومات، ويعتبره البشر إحياء لسنن الجاهلية القديمة، يعتبرونها من علامات التطور والتحضر والرقي والحرية وغير ذلك. فهذا نبي الله لوط عليه السلام يخاطب قومه فيقول: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. فما كان من قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يتطهرون مما لا من الفواحش. وما المطلوب إذن؟ هو الخوض في الفواحش. أصبحت هذه الفاحشة من الحقوق التي تقرر ويدافع عنها وتنفق الأموال فيها ويستعلن بها، وكل من أنكرها في بلادها لا يقال إلا ما قيل للوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه الأمم التي أصبحت تصف نفسها بالتقدم والرقي، إنما صار شعار التقدم التحلل من الأخلاق والتحلل من الفضائل والتحلل من المروءة والحياء. لا حياء، لا مروءة، لا إخلاق، أخلاق لا قيمة لكل ذلك، بقدر ما قل للفواحش وحمايتها ورعايتها وتقنينها والذب عنها بقدر ما لذلك قيمة. فإذا قارنت بين ذلك الزمن، زمن لوط عليه السلام، وما جرى بينه وبين قومه في هذه الآيات والقصص اللواط، وما يجري في هذا الزمان، وجدت التاريخ يعيد نفسه. وصدق الله جل وعلا عندما قال: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. إن طغيان هذه عادته وهذه نتيجته، فعندما يعم الطغيان ويصبح عادة ضاعت الأخلاق وذهبت القيم، وأصبح الناس يتفانون ويتنافسون في البغي والظلم واختلاس الأموال وحرق الديار وانتهاك الأعراض. ثم بعد ذلك يصير من الحقوق حرية اللواط وحرية الزنا وحرية بيع الأعراض وغير ذلك من الفواحش. فزنا فاحشة الزنا وفاحشة اللواط وغير ذلك من قيم التحضر في هذا الزمان، زمن أفذهبت فيه الأخلاق وأفل فيه الحياء، وأصبحت الوجوه صفيقة لا قيمة ولا حياء. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.